جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون، وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون. لو جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون، وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون، رح إلهن أحلى عطر من كل شي قدامي. هبة نسيم العصر بياسمين نشامي، رح إلهن أحلى عطر من كل شي قدامي. هبة نسيم العصر بياسمين نشامي. وقف يا ابن الناس واركع بمحرابة، واحني لعز الراس وصلي عترابة. من شهداء أيار ومرجحة الأحرار، والشام هي الدار اللي ما بتنسى أصحابها. من يوسف العظم لحد هذا اليوم، شو استشهدوا أبطال لا يحموا أبوابا. شهداء أيار ومرجحة الأحرار، والشام هي الدار اللي ما بتنسى أصحابها. هذا اليوم تشهد أبطال لا يحموا أبوابا. وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز، ومهما إجت أيام بتضل هي الشام. وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز، ومهما إجت أيام بتضل الشام. قوي ما بتنهز، عزيزي ما بتنضام. قوي ما بتنهز، عزيزي ما بتنضام. خير لاصحابها وبلسم لحبابها، والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها. خير لاصحابها وبلسم لحبابا، والشام بتبقى على طول بلسم لحبابا. خير لاصحابا وبلسم لحبابا، والشام بتبقى على طول بلسم لحبابا. اكسروه. لا لا، على مهلك يا افندي. نزير افندي. ايه نزير يا ابو عناية، شو وينه جرى؟ صار له يومين مبين لا هون ولا بمكتب الاستاذ نادر بالسنجاتار. بيكون مثل الفار متخبي جوا. اكسروه. لا لا يا نزير افندي، لا تكسروه. عندي مفتاح احتياط. ليش البيت إلها؟ ايه واجره للزلمة. شو يا ابو عناية؟ فضيت الدنيا من رجال حتى تأجره لعبان مسكان اللي مطلوب عنا بالشعب التانية؟ هذا اللي صار. انا نازل جيب المفتاح. انت ما بتحب الضرب. معلوم. ابقى سلم لي على السدرية. العلقة مالا نظيفة منوب، يلي فوق نزير أبو الورد ومعه ثلاثة عاوزينك لعندن على الشعب الثاني. يعني إذا وقعت بين إيده رحت. عناية. نعم يا بي. أعطيني نسخة المفتاح قبل ما يكسروا الباب. إيه على عيني.
هي المفتاح يا بي. وينك بابا؟ ايه؟ انقلي الاستاذ على اوضه نومي، خايف نزير يفوت. طيب هلا. ولا كلمه، ها الجماعه مالهم ناويين عليك نيه كويسه. امري لله معهم. استند علي استاذ عمران، اللي مثلك مهما صار الله ما بيضيعه. امشي عجل شوي. انت شو رايك استاذ؟ بدك رايي كصاحب ولا كمحامي؟ بدي تنصحني، ما هيك يا ناظم؟ نحن من الاساس مفوضينك بكل شيء استاذ. انا رايي انه نسبه 60% نسبه كويسه كثير، لانه عوني حمدوش فوضني على نسبه النص بالنص. وين بدي اكون؟ رح يطير؟ دقيقه بالله. بدك تطالعني اياه من تحت الارض؟ تفهم ولا لا؟ كانه صوت نزير بن حماي. امر، ليش اصواتكم طالعه؟ بدنا عمران أفندي، عمران بيك. من فضلك وطي صوتك واحكي بأدب، هذا مكتب محاماة مو سوق. عمران من يومين ما أجا. شو عليه؟ وين بده يروح إلا ما يبان؟ فتشوا الغرف والمنافع. لك واقف أنت وياه شو شغلة عصابات؟ لا شغل، وإذا بتريد لا تحاول تمنعنا أو تعطلنا عن شغلنا. لك شو شغلكن؟ أنتو مين؟ نحن من الشعب الثاني. هذا صاير شغلك يا نزير؟ عندك مانع صهري؟ بعدين شو؟ انت صاير من جماعة عمران؟ ها؟ هاي ناظم الجبان هون؟ ايه؟ شو عليه؟ وين بده يطير؟ إلا ما يهدي. حقوني. نشوف لوين بده توصل بوصيله. لسا بدي اطلع معه اكثر من هيك كمان. اللي متاكدين منه انه طلع من المكتب حي وكان مجروح جروح بليغه، وفي اثبات انه دخل على المستشفى، بس يظهر انه هرب منه. وانا دقيت على بيته ما حدا رد، وما حبيت اسال عنايات حتى ما غلي قلبه، وعلى المكتب مو معقول يروح. اخي عزوة. شو يا اديبه؟ ما اللي صار محسوب حسابه. حسين عاقو يا عزو، هو اللي مشاني اول خطواتي بالحزب. كيف هلا عمران بالنسبه لك؟ هيك كان الشهيد حسين بالنسبه لي. معك حق تزعلي عليه، بس لازم تعرفي انه مات بطل، وبساحه الصراع اللي رح يطول واللي رح يموتوا فيه كتار. اديبه، انا صار لازم ادخل التنظيم، ما عاد بدي اعتبر صديق، لازم اكون رفيق. مع انه هلا الحزب ممنوع ومطارد؟ بالذات لانه هلا الحزب ممنوع ومطارد. تفضل يا اختي، شرفي، وخدي هاي كمان ودعي لي هيك بلكي الله سبحانه وتعالى يقبل علي توبتي. الله معك يا اختي، مهونة يا رب. السلام عليكم. وين مسد عباد؟ بدي ودي شوية اغراض للحاج عبد الله. اخي عندي مشوار بعد الصلاة، شو رأيك تروح معنا؟ لا حبيبي لا، انا برا البيت والشغل والجامع، ما بقى بروح لأرني. اوف، وليش اخي؟ لانه عبادة الله شيء، وشغلت انه نساوي الدين للحزوبية والسياسة شيء تاني، واللي بيجتمعوا على طاعة الله غير اللي بيجتمعوا مشان السياسة والزعامات. يا استاذي الله يرضى عليكي، صرت بهالكم يوم سمعان كذا تلطيشة بالسوق عن الست السفور يلي بتفوت على المحل بتاخد وبتعطي وما بتشتري. ايه شو يعني؟ يعني اخوك يا ابو نعيم صاحبي، وانا ما بيهون علي حدا يجيب طاريه، وانتي رديت العين عنك،
انت ما عليك اي ملاحظة، بس الناس على الظاهر. وبدك يعني ما ارجع لهون؟ والله بيكون احسن. ابو عزو جاوبني بصراحة، انت مالك حابب تشوفني مرة تانية؟ والله شيت مالي حابب. انت ذكية وبتفهم عطاي، بس اللي عم يصير غلط. روق اليوم على العصر تمام وقت الأذان على دكان أخي. بالك انت وياها، كل واحدة تمسك ايد رفيقتها وركض على البيت وبتقولوا لاهاليكم اليوم في اضراب. شوفي اليوم اضراب. برافو عليكم، يلا روحي انت وياها، يلا ركض، ديري بالك على اختك، يلا الله معكم. يا ميت اهلا وسهلا، تفضل. يسلم. قلت ما دام في اضراب اكيد بتكوني بالبيت. بتعرفي لما بشوفك برجع صبيه. تتذكري قبل 20 سنة؟ صلى الله. بس كبرنا كتير وبناتنا صاروا عرايس. ايه ستي، انا جايتك بشغلي على سيره العرايس. على راسي من فوق عيني، انت امري. ناس بالناس، واخي فارس بده عروس. الرئيس اول بعد كل هالسنين؟ ايه، قال هلأ حتى حس انه بيته فاضي وصار لازم الست تعيش معه. ها، وشو المطلوب مني انا؟ بدنا همتك معنا، العروس تحت ايدك. بالله شو خزيت العين، اجارة حلوة ما عندي، واخت ما عندي، وبنتي وجوزتها. لا تكون معلمة من عندي؟ لا اقرب من هيك. اوه احكي بقى، لطفتي لي قلبي. امتسال خانو. اماجه؟ ايه اماجه، شبه اماجه. شو ناقصها؟ يهلا مو ناقصها شيء. داري مو قليل هالرئيس اول، الشباك قدام الشباك، واماجه عليها وش مثل القمر. بس يا ترى بتقبل؟ لكان انا ليش اجيت لعند ام فداء؟ اذا في حدا بيخليها تقبل تجبر بخاطرنا جميع، ما في غيري. وش والله بنتها صبية، وبعد سنة سنتين رح تتجوز، والبيت قبال البيت. إذا قعدت معي امتسال أنا بقنعها، بس ماجد. شو بماجد؟ انفداء وفداء بيخلوا ماجد يبصم بالعشرة. ماشي الحال، اتركي الموضوع علي. بس أخي مستعجل كتير، قال صبر كتير. بالله وهلأ ما عاد يصبر. ايه على عين، خلي العروس مني أنا. حدا مقرب على الكرتونة اللي بالمطبخ، بس الكتب اللي بالمكتبة كلها مشقشقة، والمجلدات مدعوسة. مدعوسة بس مو شقينا؟ الظاهر لقوها صعب تنشق قاموا دعوسوها. منيح اللي ما أخذوا الكرتونة هي، لازم نحرقها. ليش؟ ما شفتي يا ست عناية، صار مدوء على الباب مرتين، الجماعة مو تاركينا. أستاذ عمران، أنت كافر شيء؟ لا يا ست، أنا مسلم ومؤمن. وأنا هيك شايفة. طيب شو اللي حشرك مع هدول الكفار؟ هذا حكي اللي بيكرهونا يا ست عناد. نحن جماعة من حب الخير لكل الناس،
الناس، واللي بينهبوا البلد والعمال والفلاحين. منحب الضعيف منقوي قد ما منقدر، نحن قوتنا من قوته. وشو اللي بدكن ياه؟ وليش هيك صرتوا كفا؟ قصدي لأنه حابين نخدم بلدنا وشعبنا. بعدين يا ست عينات، نحن حاربنا الاستعمار الفرنسي. طيب انتو ضد ايش؟ ضد اللي عم يحتكروا وعم ينهبوا البلد وعم ياكلوا حق الضعيف، ضد اللي عم يتأمروا على الوطن. ايه كل الناس ضد هدول؟ نحن من بين كل الناس، وكتار منا أصحاب دين وما بيقطعوا وقت، ونحن كمان. خبي الكرتونة، بجوز إذا أخذوني يسكتوا عنكم، بس مع الكرتونة ما بيرحموكم. ما رح أفتح الباب. إذا هن بيكسروا الباب روحي شوفي مين. وينها؟ تعال معي. مين؟ عنايات؟ انت جوا؟ ايه خيلتيني، كنت رح ارجع كعابي. فوتي فوتي. بشو كنتي مشغولة لحتى تركتيني واقفة على الباب؟ اسكتي، كنت بالعري غيرت ثيابي. ايوه، وبتضلي طول النهار جوات البيت؟ شو بدي ساوي؟ مسكينة، يعني ما كنتي تاخديها من بستان الرئيس على حمام الإيشاني أيام زمان؟ أميرة، ليش لما بتجي لعندي على طول بتجيبي لي هديك السيرة؟ بدي شاورك بشغلي، انت صاحبة التجربة. تفضلي. بس وينك؟ علي طبخ المكبور. ها انا كل قعدتي نص ساعة وبدون قهوة كمان. يا ستي هذا طليقك السيد شوكات ما في غير رايح جاي لعند اخي، يا على الدكان يا على البيت. عم اقول لك هو بباله بال. قصدك يعني حاطت عينه عليكي؟ يعني هيك شيء. مرة مرقت من قدام دكانته، يا لطيف عينه بتاكل الوحدة أكل. طمني. شلون يعني؟ أنا بعرف زق أبو عزه، أنت مالك من هالنوع منوب، لا تتوهمي. بس أنا شايفة روحاته وجياته كترت. وينك؟ أبو عزه وقت اللي بيحط وحدة بباله ما بيهمه لا أبوها ولا أخوها، بيحكي معها أشكره. بقى وينك؟ طمني بالك ولا تحملي هم الرجال، بيكون مبسوط من أخوك أبو نعيم وأنت وهمانة. طمنتي لي بالي. خذ أبو نعيم. تفضل أبو علي. أسلم والدين. ايه ماجد، نرجع اللي كنا فيه. الناس تطوعت، كل الناس بتحب تتطوع، حتى عنا بالجيش، الجيش السوري في كتير ضباط لح يتركوا ويلتحقوا بالجيش لح يقودوا الخوارجي. عظيم جدا، هذا المطلوب. طب التسليح؟ الحرب ما بدها سلاح. ليش ما في سلاح؟ بس سلاح ما في يا ماجد، لولا شوي كنا قلنا انه ما في لا ضباط ولا جيش من اصله. هالشي هذا مو مهم بالنسبه للسياسيين، انه هن شايفين انه طالما سوريا تحررت من فرنسا خلاص ما عاد في لزوم للجيش. العالم كله بدهم يتبرعوا ويتطوعوا. بعرف بعرف يا ماجد، بس انت خطر لك انه من كثر التصريحات اللي صارت بالجيش السوري ما عاد عنده قدرة كافية للمطلوب. الحماسة موجودة ايه، والفداء موجود ايه، بس التنظيم
العدد كلهم حيوقفوا عقبي. بعدين حب زينك شغلي انه اذا سوريا ما تصدت لا تشد ظهرك بالبقيه. الخوف فعلا يا ابو علاء انه السياسيين يعتبروا موضوع فلسطين مناسبه للمكاسب السياسيه. لازم الصحافه والاحزاب تحذرون وما تسكت لهم. لازم يعرفوا انه هذا الموضوع كتير حساس بالنسبه للجيش والشعب. ما راح يطلع منه شيء. كل شيء عم بيصير حكي. انت ليش متشائم يا ماجد؟ لو الشغله شغله وطنيه وحماسه كان ما في اسهل منها. هي فعلا وطنيه وحماسه بس بالمكان المناسب. هي انا تطوعت وراح باشر تدريب. شو هالحكي؟ وراح تترك امك وزوجتك واختك؟ هلا انا وحدي اللي راح اترك الناس وراي يا ابو علاء. من حق سهام تزعل منك. اوف ليش؟ شو مزعلك عن سهام؟ المرحبا، بتعرفها المرحبا؟ انا ما عاد سمعتها منك. لا هي مبالغة، لما بنلتقي عم نسلم على بعضنا. ايه لبعيد لبعيد. شوف حالك واقف قاعدة مالك عم تعود. تارك ماجد والرئيس اول فارس. شفتي؟ مهتم بالرئيس اول فارس ومالك مهتم ببنت عمك اللي زعلانه منك. ليش الزعل؟ معلش قلت كلمه ولا تزعلي. قول. اصلا انا بدي اياك تقول. انتبهت يا سهام انه جميل رفيقنا اللي بصفي ونور الدين اللي بصف الرابع صارين من شلتك الدائمه. وشو يعني؟ يعني انه شلتك كلها معروف اتجاهها. فرد انه هدول مو بس رفقاتي، فرد اني انا كنت منهم وفيهم. شو يعني؟ بطل كون بنت عمك وبتبطل تصير ابن عمي؟ سمعني سألتيني السؤال نفسه يا سيارة. انا؟ بعمري ما فتحت السيرة. سارة عم تنسي يا بنت عمي. زمانك وقفتي قدامي وقلتيلي بالبيت الثاني، بيت الاناديلي. فرد يا ابن عمي اني كنت بحب ناظم، بتبطل ابن عمي وبتبطل بنت عمك؟ ما حلك تنسي. هذا غير هاد. هلا انت ليش هيك عم تضغطي على عزو؟ انا بايش عم بضغط عليه؟ باللي عم تقولي، عم تقولي له عليك تقبل فيني حتى لو كنت شو ما كنت. ايه مزبوط وهذا صح. يا فداء الواحد فينا بينولد لا بيختار أخوه ولا ابن عمه ولا خاله. هدول لازقين فينا غصب عني وغصب عنه. مهما كان نحن في بيناتنا قرابة الدم. بس يا سهام يا حبيبتي، اللي بيكون بالعقول بيفرق حتى اللي بيجمعهم الدم أو بتجمعهم القلوب. لا ما لازم، ما لازم أبدا. تفضل. شوي شوي حبيبي. عبد الله على سلامتك يا بطل. الله يسلمك. مرحبا. اهلين يا ابني، تفضل تفضل. تأخرت علي. عرفت انه عمو ابو عناية وخالتي عناية رح يعتنوا فيك اذا وصلت لعندهم. كان لازم اسألهم. لك عزو، لأمتى بدك تضل تقلي خالتي؟ المثل بيقول اللي بياخد أمي بصير عمي. واللي بتاخد أبي بتصير خالتي. عزو أبو ضاي، أهلين يا ابني أهلين. شلونك؟ شلون الجميع؟ الحمد لله بخير. المهم هلأ عمران. عمران ابننا مثلك يا عز الدين. هذا متوقع منك ومن عناية يا عمر. هاي ترباية حارتنا يا عز الدين، مو هاي؟ أكيد. حزير من محقق الشعب الثاني اللي عم يدور عليه. مين؟ نزير ابو الورد. هذا اللي قلعه الاستاذ عمران من هون وزله زلة كلب جربان. حكولي، احكي لي كل شيء. انت احكي لي بالاول، انا مقطوع عن العالم هون. شفت عينك. حبيب قلبي
عزو يا ابو عزو. شو عاوز ابو عزو؟ امي هاتي هالعشاء وتعالي يا ابي. مشتهي شي يا ابي؟ امك بتعرف يا ابي امي هتعمل لي عشاء خفيف وتجي هالخفيف. اه بدك تاخذي لنا عشاء انت؟ يو حدا بيتعشى بنصاص الليالي؟ شو هاد يا انت عماد حبيبي ما مشيت؟ بلا خلينا نفوت ننام. شو ما مليت من قراية الجرايد والكتابة للجرايد وبيع الجرايد؟ العلم نشر قصيدة لشاعر مصري اسمه علي محمود طه. يا سلام شو حلوة يا فداء. اسمعي مطلع. أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. وبعدين بيقول فجرت حسامك من غمده فليس له بعد أن يغمد. ففي حومة القدس أخت لنا يعد لها الذابحون المدى. شو يعني المدى؟ جمع مدي حبيبتي سكاكين. فعلا شعر حلو. وهي كليتنا عم تعطي أول دكتوراه بالحقوق. لمين؟ لمين يعني؟ لفخامة رئيس القوات لي. دكتوراه فخرية. شرفت. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لك شو قصتك يا مجنونة؟ قصتي أنا ولا قصتك أنت؟ وينك؟ أنا راسي مطوش طوشة وماني متحمل اسمع صوت. عندك موشح أجلي لبكرة الصبح لحتى فيه. للصبح؟ أي ما نحن هلأ الصبح قول للظهر. هلأ بدي نام. عبدو ما صار لي ساعتين قاعدة مثل القردة عم بستناك مشان تجي وتحط راسك وتنام. ولك يا مخلوقة بهالشي اللي عم تعمليه راح تندمي بعدين. ها أكتر من اللي أنا فيه ما رح يصير. طيب شو بديك؟ لأنت بدك تضل تاركني هون وتغيب عن البيت بالساعات وأنا عم حاكي الحيطان. رجعت ترافق شوكة الأناديل اللي سكتنا بس هالسهر لوش الصبح ليش؟ لك يا مجنونة تعرفي وين كنت أنا؟ وين يعني؟ شي مرقص؟ لا يا ريت العقل كنت باجتماع الحزب الوطني وانتخبنا هيئة المكتب واتخذنا قرارات. بالله شو؟ وليش ماني دريانة؟ يلا ومن ايمتى كنت قلك شو عملت او شو بدي اعمل؟ تفضلي هاي هيئة المكتب. نبيه العظمي رئيسا، مظهر رسلان نائب الرئيس، ميخائيل يان امين السر، نجيب البرازي مراقب. تفضلي شوفي. طيب ليش ما حكيت تاركني هيك؟ ثاني مرة امشي معي يا اما قليلي على شو وافق وشو ارفض. شو رأيك بانه اتخذنا قرار نبقى بالمعارضة بأنه وافقنا على تعديل الدستور ويصير انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب؟ عبدو أنا بس. أيوة بس أوعك يا عايدة أوعك تعيدية لأنه اللي بده يصير ما راح يعجبك منوب. عندكم خبز؟ لا مضربين. لك أخي من قصير ونحن مضربين. روحوا قولوا لحكومتكم وطعميكم من الفرن اللي بدها تعملوا. لك منين نجيب خبز يعني؟ ايه 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 عظيم. مع السلامة. سمعت يا ماجد أقروا قانون التجنيد الإجباري؟ ايه سمعت بس شلون؟ أول شهيد سوري بالمعارك بفلسطين من حي الشاغور اسمه أبو قاسم الرواس استشهد بحيفا. عظيم. بينكتب مقالي عن استشهاده وبينكتب كمان عن 5 من الصهاينة انقتلوا بين نيافة وتل أبيب. بس بتعرف عن ايش بدي يكتب؟ بعرف عن اضراب الفراني. طبعا لانه خلونا بلا خبز. وليش؟ قال لانه الحكومة رح تسمح بفتح فرن آلي بيخبز 500 كيس باليوم. طبعا وكنت رح تأيد الفراني ضد الحكومة. طبعا يا سيد ماجد
بالمناسبة صاير عم تتطرف. أنا عم بلحق اتطرف، يا دوب عم بتدرب وبيع جرايد وأقراها وأكتب فيها كمان. ايه والله عبطيني عبط. ايه امشي امشي، السينما بتبدا من 10 للساعه 12 وبترجعي على البيت بتسلى شوي. كل العالم حكولي على فيلم رابحه وحفله النسوان بتبدا 10. طيب وشو بده يودينا لسينما النصر هاي؟ عربيه بسياره اجره تاكسي. انت امشي ما عليكي، بس بدي اعرف شلون خليتك تلعبي بعقلي. اذا إيه ما طاوعتيني مين بدك تطاوعي؟ يلا امشي. شو بدنا فيه؟ يوصلنا غصب عنه. شو اختي ام زهير بلاكي هون؟ شو عم تساوي؟ هلا بلا كتر حكي، وصلنا على الدرويشيه على سينما النصر. معانا عيني؟ هلا خلينا نمشي بطريقنا. لا يا ام تسال خانم لا بيصير، انا مستعد وصلكم بشواربي، تفضلوا. ام تسال خانم، انت بتعدي قدام، انت ضيفه. سروا اطلعي انت ورا، انت من اهل البيت. شرفوا. شو رايكم؟ يعني بلا روح حتى السينما، بروح مشوار بالسيارة. ايه والله جبتها، ومنروح ناكل كشكي عند بغداد. اختي خدي اخوكي وروحي، انا ما بحب الكشكي. ايه انا صدقت انه اخي لاقيكي. شو هالحكي ام زهير؟ ايش وعليه؟ يلبق لك تتدللي. زويني هذا اخي، وانا قليت العقل رحت حكيت مع وصال خانم وقلت له تدس لنا النبض. وتاري الشغلة ما بدها غير قراية فاتحة خالصة، ما في شي خالص. وأوعك تصدقيها، أخوك غشاش. إذا في حدا بالدنيا كلها يا امتسال ما بيعرف الغش ولا الكذب، واللي بقلبه على راس لسانه بيكون أخي. بزمتك بزمتك، ما سريتي لما دغري إجا حكى معك؟ أشهد بالله إني أنا من أول ما شفتك حبيتك وقلبي لهف لك. وأخي شفت عينك شاركي، بقى توكلي على الله خير طلبك. شو؟ خلاص، العروس موافقة، إن شاء الله ألف مبروك. بونجور مون برنس. بونجور ليلي، احلى برنسيسات البلد. شاطر بالحكي. قديش قلت لك خليك هون وانت مالك سائل فيني؟ لك يا ليلي، المفروض انه سليم جوز اختك، كيف بدك يعني قدامه قدام صوفي اتفرفد معك؟ حبيبي جواز سليم وصوفي جوازة مصلحة، بس انت مدري شو قصدك، لا راضي عن تبقى هون ولا بتاخذني لعندك. هلا اتركيني بحالي. ليلي شو بده بهجات من زبون الجديد؟ شوف يا نزير، النصيحة اللي ما لازم تنساها انه رئيس بهجات وزملائه ورؤسائه كلهم ما بيحبوا حدا يعرف شو عم يخططوا، اذا عرف يتجاهل وما يفهم انه بيعرف. والمعنى فيلسوفي ليلي؟ المعنى يا حبيب القلب لا تسأل شو بدهون ولا ايش بدهون وشو قصدهم؟ أنا ما بسأل، ما بيهمني لا السبب ولا النتيجة. شوفي لنا فلان شو قصته يا ليلي على عيني، جمعي لنا فلان مع فلان يا ليلي تأمر أمر. فهمت شيري؟ فهمت فهمت. تعرفي حبيبتي لولا قعدتي معك كنت أبطأ. ضايق خلقك؟ كتير كتير. طيب أنا عندي بيت صغير بشتورة، شو رأيك بنمضي يومين وبنرجع؟
ونمرتك بالشانوار والرئيس بهجة. انت قول ايه وما عليك، وسيارة من هون لباب البيت بتاخدنا وبترجعنا بعد يومي. انت مجنونة. طاوع المجنونة، مو بيقولوا خدوا الحكمة من المجانين؟ طاوعني حبيبي نزير، انت بتعرف شو مكانتك عندي. ايه ليش لا؟ صحيح حبيبي نزير، صحيح يا قلبي. ما قلت لك انه هتلر مستحيل يكون مات؟ ايه بتقلت لي يا ابو نعيم، احنا لما التقينا كانت المرحوم صارت عظامه مكاحي. المهم اسمع، قال في طيار اسمه بومغارتز، قال نقل هتلر طيارته للدنمارك قبل ما تسقط برلين بيومين، وانه هتلر ركب بسفينة من الدنمارك وراح على امريكا الجنوبية. شو هالسحبه هاي؟ حكي جرايد لك عمي، المرحوم مات وشبع موت، بس ابري عليه قبل ما يموت كسر راس اوروبا. بس لك يا عمي غلطة الشاطر بألف، شو بده بروسيا؟ ما حدا كسر ظهره الا الجيش الاحمر. اخي مستحيل، هذا الزلمة لازم يكون عايش، زلمة بلوة ما بيموت لحاله. مرحبا ابو نعيم. اهلين اختي. مرحبا سيد شوكت. اهلين يا خانو. اخي نعم، جيب صاحبك معك على الغداء، رح اعمل فطاير مشكلة والرجال وحداني حرام. شفت يا ابو عزو، ما غلطت لما سميته موسوليني، شفت بعينك نص رجال. لك شو نص رجال؟ ايه بتطلع رجال ونص. استغربني يظهر لك الا الحب يا ابتسام. ما حلك؟ شو محلي؟ انا بعد ما توفت مرحومه سكر قلبي. بتصدق اذا قلت لك انه لا طلعت ولا تعلقت ولا عملت مشاكل ولا ضحكت لمرأة قبلي بعد مرحومه؟ انا شو اللي جابني لاسكن قدامك؟ حظي، حظي الحلو. ما قلت لي شي كلمه بقى تريح بالي، قلت لي لك بتحبيني ولو شوي نتفه. كان لازم انزل من وقت ما نزلت انت وبيت. يعني حتى الكلمة عم تدخلي فيها الله يسامحك. وين ايه؟ انا رح اقله لماجد، خلاص رح اطلبك من ماجد، انا ما عاد فيني صبر لانه ايه. خلي الاستاذ ماجد والست وصال يحكوا معه، بس اوعك يقولوا له انه انا موافقة او اي شيء. شو يعني مالك موافقة؟ سمعيني انا شوف مرة ثانية، سمعيني. يا الله يا فارس، شو بدي اقول لك؟ خلص بقى نزلني. خلص طالما طلع اسمي من الشفايف الحلوين، خلص انا وصلني حقي، ما تقولي شيء. عزبتي حالك يا خانوم. اهلا وسهلا، تفضلوا صحتين وهنا. ما تمد ايدك بعزو. اي والله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عناية خانم، انا شو ما قلت وشو ما عملت بضل مقصر. لا تقول شيء. يمكن كتب لي عمر جديد بهالبيت. انت مسلف يا استاذ عمران، وهذا البيت بيتك اليوم وبكره وبكل وقت. يلا استاذ كسر ظهري طلع خلصني. تأمر ابو العز. استاذ عمران البيت جاهز، والصوبيا الجديده راكبه وشعل. الله يسلم هالإيدين ويقدرني رد هالجميل. إذا بتقرني روايات مثل الأم والأبكم السري بتكون كفيت ووفيت. تأمري أمر. عائدة؟ يا عائدة يا ظالمة، يا خاينة الصحبة والصداقة، اشتقت لك ولك نطف قلبي عليكي. شبكي؟ زعلانة مني؟ تأخرت عليكي؟
انت دليتي اخوكي نزير على بيتنا؟ لا ليش؟ نزير ما عم يمرق لعندي، مقاطع عبده. بعدين احسبي انا دليته، هيك بتتناشفي معي؟ وانا حامله ضرب طريقي وجايتك من حاره لحاره؟ ما بقدر الا احبك وانبسط منك يا بنت ابو الورد. هاتي هالامور لشوف. تفضلي فوتي. فوتي. ايه احكي لي، ليش هيك كشيتي بوشي وسالتيني عن نزير؟ معلش يا عائدة، أنا غلطت. احكي لي عناية، إذا إلي ما قلتي لمين بدك تقولي؟ شو بدي أقلك؟ أخوكي بده يفضحني، بده يفوت على البيت بغياب أبي، فكرك ليش؟ نزير؟ الله يصلحك يا أخي. واحد مثل هاد الله ما بيصلحه، واحد عم يشتغل جلاب لحساب الاستخبارات، وبده يقتل، وبده يعتدي على الناس. اللي مثل هاد الله بيكسر له راسه ما بيصلحه. بعدين ما تزعلي مني يا عائدة، ليلي شو بتكرهي بالدنيا أكتر من إبليس؟ بقلك أخوكي نزير. هذا أخي يا عناية، أخي. حدا بيقدر يتبرى من أخوه؟ عبده مو طايقه، صار مو طايقني من وراء وعم بيهرم فيني. تغير كتير معي وماني عارفاني شو أعمل. جيت أشكي لك همي، لقيتك حاملة على نزير وعلي أكتر من عبده. شو هالحكي منك عائدة؟ من يوم ما طلع ما تنيت بيوم واحد، صاير عبده راميني ورا ظهره ومو سألان عني. خايفة يصير فيني مثل ما صار فيكي مع المرحوم مروان. اوعك اوعك يا عائدة، إذا أخوكي بده يسبب لك مشاكل بلا يا أختي، حسبيه مسافر أو بالحبس. أنا مالي بأخي، قلي لي شو أعمل. بالأول اتصرت عن عبده، قام هو ما صدق واتصر عني فرد مرة. لك عم يرجعوا على محارمه حمرا وريحة كالونيا نسواني. تعرف نزير، حابة افتح لك قلبي. ليش مخبي عني شي؟ لا بس ما بدك تعرف ليش تعلقت فيك كل هاد. هلا بصدق ها؟ لا نزير، لا يا قلبي، انا معك كتاب مفتوح ولا تشك بهالشي ابدا. طيب افتحي لي قلبك لأسمع. نزير يمكن أنت الوحيد اللي ما حاولت تقرب مني لحتى توصلني. يعني لا أجي تورجيني مالك ولا قوتك ولا زكاك ولا جاهك. حتى لما كان بهجة راسم لك تتقرب مني، تقربت مني تمثيل. لا لا مو كل هاد، معناها تمثيلي كان ناجح. نزير أنت ما بطلت تمثل إلا لما حسيت قديش أنا متعلقة فيك. وبعدين شو بعدين؟ ليش هو الحديث هذا هلا؟ شفت؟ وبتخجل كمان. أنا صار لي أكثر من شهر عم أعرض عليك رافعك، وأنت ما أجيت معي المشوار لو ما أني خجلتك تخجيل. شوفي يا بنت الناس، أنا بنبسط بقعدتك وبشوفتك وبكلامي. أنا من الأول عجبتيني، كل شي فيكي عاجبني، بس على طول بسأل حالي إنه هي اللي الكل بده رضاها، شو بدها بواحد مثلي؟ وهي ما بدها من الكل غيرك. نزير أنت نفسك عزيزة وما بدك تعرض حالك، بس حياتي ولا يهمك، أنت مقامك محفوظ. نزير أنا معي كم قرش، شو رأيك نضل فيهم هون لحتى يخلصوا؟ أنت شو عم تحكي؟ أنا إذا بدك بغرقك بالمصاري وبعيشك برنسيسة. بس مالك فاضي، إلك تعرات عند الناس. سألي ومستفسرة كمان؟ طبعا، إذا عنك أنت ما سألت واستفسرت، عن مين بدي أسأل؟ لأ أنا كم نزير اللي بهالدنيا؟ هو نزير واحد بس. تعرفوا يا جماعة فقدنا له الأحسان. الله يسر له، صار هلا مدير ناحية. مين هذا أحسان؟ الملازم أول أحسان، الملازم أول بالدرك، يلي صفطت حقك عنده بالمخفر. أول ما تعرفت عليه للملازم أحسان، عامل لي كم فلقة محرزين.
يوم اللي كنت بدك فجر جريدتنا يا مفتري. الله الله، شو فقت لهالقعدة ولهالضحكة. معلوم عمران أفندي، اللي بده يصدى لجماعة التعاون وغير هون هيك بيصير فيه. هلا أنت بدال ما تكون على الجبهة، إيش قاعد عم تعمله؟ ما دام تطوع باجي وعمو نادر عم بيتدرب، ويمكن عزو عم بيتدرب كمان. معلوم. خلص أنا شو دوري؟ نحن يا دوبنا نتقاعد ونشوفهم عم بيحرروها. أنا متدرب خالص. دريتوا بأنه أول إصابة كوليرا ظهرت مبارح بحوران؟ ومات حدا؟ بالله شو؟ مين قال هالحكي؟ بس هي أنباء مو للنشر. إيه أستاذ ماجد، الكوليرا وصلت، مقالك جاهز؟ معلوم. كوليرا في فلسطين وكوليرا في سوريا، فلنحارب هذه لنتفرغ لتلك. برافو. وإمتى جهزت العنوان؟ هلا يا أبو فداء، صهرك مسيس خلقه. معلوم، هذا ابن منير الله يرحم عيونه. آمين. تعيش وتترحم يا أبو فداء. شو مجنون أنت؟ الناظم قال ابتكاري لحالة مو قدراني نفوت فيها، عملت له رجلي من أصل رجع. يعني سكر الدكان صهري. لك أخي يعني ضروري هالتدريب. معلوم ضروري، عم تدرب مع ناس قلوب الله الله، كنا ناس بدنا الشهادة. شيخ بشير، يا أما حربجي مغوار يا شيخ بلفة، يعني ما عندك حل وسط؟ لا يا صهري لا، الله يسامحك، هي ما حبيتها منك. ها هلا بدل ما تفرح لأنه الله هداين لطريقه عم تأنجل علي؟ استغفر الله، بس يعني لا تزيدها. بتعرف إنه اليوم وصلت سرية مصرية وإجا مع صالح حرباشا اللي كان وزير دفاع بمصر، ويمكن هلأ صار رئيس لجنة وادي النيل لإنقاذ فلسطين. دريت وشفته، وكان معه رئيس حزب مصر الفتاة، مدري شو اسمه، أحمد الحسين صهري، وشفته بالتدريب. صار لنا فوق العشرة أيام، بدك بهجة رماح يحبسني؟ ولا بقرب عليك، أنا سمعت إنه أنت أهم عنصر عنده. هلأ أنا عنصر؟ أنت سيد العناصر، بكفي إنك أنت حبيب ليلي. ماجد، بدي أسألك عن شغلة. أنت من أول ما أجينا بدك تحكي، في على لسانك الكلام. لا عن جد بدي اسالك عن شغلي، بس لا تنفعل. و شوفي، اذا الشغله فيها انفعال اجلي لي. لا بدي اسالك. طيب تفضلي اسالي. هلا اذا تقدم حدا وطلب ايد خالي امتثال، شو رايك؟ شلون انت عن جد عم تحكي؟ هلا انا اللي عم بسالك، شو رايك انت؟ هذا بيتعلق بشغلات كتيرة. شو رأي أمي؟ مين الشخص؟ ليش أمي بالذات؟ فداء، أنت ما في بالعادة تخبي عني شيء. والله أنا ما كنت بدي أخبي عنك، بس أمي وأبي قالوا لي أوعك تقولي لجوزك. ها يعني في شيء؟ عمو نادر ومرت عمو وأمتي مشتركين فيه. بدي احكي لي شو الموضوع. بصراحه في حدا بده يطلب ايد خالي امتثال،
وأهلي هن اللي بدهم يحكوا معك. معي أنا؟ طبعاً معك أنت. هلأ أنت بمثابة شو أنا ولي أمر أمي؟ شو بيعرفني؟ يعني الشغلة عن جد؟ طبعاً عن جد. وخالي ثروت حكيت مع أهلي وهن بهاليومين بدهم يفاتحوك بالموضوع. خالي ثروت؟ يا حبيبي لسه لهلأ ما فهمت؟ العريس هو جارنا الرئيس أول فارس. شو؟ فارس سليم؟ مين؟ أنا. زير؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وين كنت يا أخي؟ بلبنان. شو مهمة يعني؟ شو؟ حتى أنت صرت تعرف شغلي؟ يا أخي كل الناس درياني. وأنت من وين دري؟ من عائدة يا أخي. وعائدة دريت من عنايات. قام صهري عبده كمان قال له. مدري دريت من عبده بالأول، مدري من عنايات ما بعرف. ماشي. أنت فوت رجع كمل نومتك. ماشي يا أخي. صباح الخير. وأنت بأهلك. ايه شو علي يا ست عنايات؟ شو علي؟ هذا والى جانب الازمه الوزاريه في المملكه العراقيه، فان ثمه ازمه وزاريه مماثله في عمان. يا بي ليش ما بيجيبوا اخبار الكوليرا؟ بكفي عم يجيبوا اخبار المعارك في فلسطين، وما بنسمع غير انفجار وتدمير وقتلى وجرحى. خلص الطعمي ضد الكوليرا. لك ويكون؟ شو صار لكم؟ خلصونا بقى بدنا نمشي. ام عزو يلا 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 ابو عزو ماشي يلا. ماما وميمة يلا بسرعه تعالي. يلا خلصت يلا منزلي. يا بي والله خايفة من هذا التطعيم. لك بنتي لا تخافي، هذا تلقيح مو تطعيم، ما في شيء بخوف. قلت لي وين؟ بجامع النوفرة. لك كله فشختين، امشي وراي لشوف. يلا يلا وطي على وشك انت وياها. يلا يلا وراي. يلا ماما يلا. ايه حبيبي انا رايحة. بدك شيء؟ ليلي فداء، بتحبي نسهر عند اهلك بكره ولا نعزمه لعنا على السهره؟ ضروري نسهر بكره؟ يعني عم نودع سنه ونستقبل سنه، معقوله ما يكون الاحباب مجتمعين مع بعضهم سوا؟ اذا هيك انا بقول نسهر كلياتنا عند خالي امتسال. يلا يا فداء. سهام خليكي عايزك، روحي انت فداء. باي حبيبي. مع السلامه. شو ماجي؟ مستعجله انا، عندي محاضره. سهام انت ملاحظه على ماما شيء؟ منتبهه انت لشيء؟ ليش عم تسأل؟ يعني ملاحظه. شوف اذا كان قصدك انه ماما صايره كثير عم تحب الوقفه على البلكون معناته ايه ملاحظه. يعني الشغله جد؟ ماجد انا لما لاحظت هالشيء زعلت وانقهرت مثلك تمام، بس لما قالت لي فلك انه خاله مفكر بالموضوع جد حسيت انه هذا الشيء طبيعي ولازم نفرح له. بعدين ماما لساتها صبيه. بكره انت بدك تتجوزي مثلا، وهذا بيعني انه ماما بدها تبقى لحالها، وماما لساتها صبيه ما تجاوزت الأربعين، وجارنا لطيف ومهذب وواقع لأدانه. معقولة انا ما عندي خبر؟ ما انت عم تتدرب وتكتب وتفتح الدكان وتدلل مرتك الأمورة حبيبتي القلب. يلا بخاطرك. الله يعلم شو بدك تسوي فيه بكرة. العجب طبعا. Thank you.
حيلنا وصلك على الجامعة؟ بكل ممنونية. تفضلي. مين؟ أنا. أهلين ماما. صباح الخير ماجي. صباح الفل والياسمين تقبرني. فوت ماما فوت. لك وينك؟ أي والله عم نشتاق لك. ها؟ صرتوا تنتين. هالنغمة عم اسمعها من فداء كمان. تعودنا عليك لك ماما تضل طول النهار بوشنا. ونحن تعودنا عليك تضلي قدامنا يا أمي. وإن شاء الله رح ضل قدامكم. واحمل اولاد ولادكم. بس بيظهر انه اللي ساكن مواجهنا له راي تاني. شو قصدك ماما؟ ماما في مين عم يطلبك مني؟ لو جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون. لو جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون. رح قلهن أحلى عطر من كل شي قدامي. هبة نسيم العصر بياسمين نشامي. رح قلهن أحلى عطر من كل شي قدامي. هبة نسيم العصر بياسمين نشامي. وقف يا ابن الناس واركع بمحرابة واحني لعز الراس وصلي عترابة. من شهداء أيار ومرجحة الأحرار والشام هي الدار ما بتنسى أصحابها. من يوسف العظمة لحد هذا اليوم شو استشهدوا أبطال لا يحموا أبوابها. شهداء أيار ومرجحة الأحرار والشام هي الدار ما بتنسى أصحابها. يوسف العظمة لحد هذا اليوم تشهدوا أبطال لا يحموا أبوابها. وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز ومهما إجت أيام بتضل هي الشام. وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز ومهما إجت أيام بتضل هي الشام. قوي ما بتنهز عزيزي ما بتنضام. قوي ما بتنهز عزيزي ما بتنضام. خير لأصحابها وبلسم لحبابها والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها. خير لأصحابها وبلسم لحبابها والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها. خير لأصحابها وبلسم لحبابها والشام بتبقى على طول.
سملح بابك.